مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة حول فضيلة القارئ الشيخ محمود الحصري رحمة الله عليه. أرحب بداية بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي كوبان. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا بحضرتك. لو تحدثنا عن فضيلة الشيخ الحصري رحمة الله عليه اللي بيتربع يعني في قلوبنا جميعا، يعني يحتل مكانة كبيرة جدا في قلوبنا، ماذا تقول عنه وعن مدرسته في التلاوة فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. أنا أسميه الشيخ المعلم، أو نحذف كلمة الشيخ ونسميه المعلم. سموا الاسم ده لأرسطو، سموه المعلم الأول، وقالوا على حد زي الفارابي المعلم الثاني بعد أرسطو يعني. فهو سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري هنطلق عليه المعلم الأول، لأنه بدأ وكان أولا كما ذكرت حضرتك في حاجات كتيرة، لكن كلها كانت بتصل إلى نقلة نوعية في التعامل مع القرآن الكريم. النقلة النوعية دي هي اللي خلته يفوز بلقب المعلم. هو ولد 1917، والسنة دي ولد فيها أكابر كتير، منهم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، ومنهم الشيخ عطية سالم رئيس لجنة الفتوى، ومنهم الشيخ محمد الغزالي، ومنهم ناس كتير جدا، ومنهم الدكتور حسن عباس زكي، ومنهم يعني يظهر السنة دي هي سنة 17، دي كانت سنة مباركة ولد فيها أعلام كثيرة جدا من في مصر. ومات 1980، ومعنى كده انه عنده 63 سنة. لكن في هذه الفترة من حياته ملأ الأرض علما وتعليما. الشيخ ولد في حاجة اسمها قرية يعني اسمها شبرة النملة، مظبوط، ودفن أيضا في قريته في شبرة النملة. وبعدين درس بقى حافظ القرآن ورتله وجوده، وقرأ القراءات من طريق الشطبية والدرة، يعني الشطبية 7 والدرة 3 يبقوا 10، قراءات 10. وبعدين جه بقى مصر وقدم طلب بعد ما تولى هناك في طنطا المقرأة بتاع سيدي عبد العال. سيدي عبد العال دول كانوا متقنين زيادة عن اللزوم، يعني كانوا بايعين نفسهم لقراءة القرآن بشكل رهيب، اللي خرج منها الشيخ الحصري، بل صار شيخا لتلك المقرأة. فلما جه وقدم في الإذاعة قالوا له طب تعال امتحن، فجه امتحن، فامتحنوا مين؟ امتحنوا الشيخ محمود برانق والشيخ عامر بن عثمان رحمهم الله تعالى ومجموعة. بعد ما خلصوا قالوا له ايه يا ابني ده؟ دي تلاوة زي ما يكون جبريل هو اللي بيقرأ. سبحان الله، يعني من حلاوة الصوت. ها؟ من حلاوة الصوت نزل. كأنه نزل من السماء دلوقتي غضا طريا. سألوا شوية أحكام كده هو، فهو قال لهم أنا ما يعني ماليش دعوة بالحكاية دي. قال لهم اللي بتقرأ إزاي؟ قال لهم الشيخ علمني كده هو. ومن هذا الموقف قروا له الفاتحة للشيخ اللي مات، ولكن من هذا الموقف تاخد إن هؤلاء الناس كان قد اختلط القرآن بدمهم ولحمهم. وبدأ الشيخ الحصري في الدراسة الأكاديمية حتى ألف فيما بعد 10 كتب عطاها وهبة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وطبعها له، وكلها تفيض بالعلم. حاجة
وابتدى بقى ايه يصاحب مين او يلتزم مع مين؟ مع الشيخ عبد الفتاح القاضي كبير القراء، ومع ايضا الشيخ علي الضباع الشيخ المقارئ المصري. علي الضباع ده هو اللي صحح مصحف فاروق، وخلف الحسيني هو اللي كتب وصحح مصحف فؤاد ابوه اللي هو عمل سنة 20. فالشيخ جه بقى في الجو ده كله ده قال لا ده انا لازم احصل هذا، فحصله واصبح الى ان وصل الى شيخ المقارئ المصري. القراء احنا عندنا القراءات 10، كل قراءة يقولها 2 فبقينا 20. حفص اللي احنا عاصم. شغالين بيه عن عاصم. عاصم ده ليه حفص وليه شعبة، واخد بالك؟ وفي قراء تانية بقى. ففي كلمة في القرآن اللي هي وهو وهو مظبوط. حفص ما عندوش الا وهو وهو وهو، ما يقولش وهو ابدا، واخد بالك؟ القراء التانيين منهم من يقول ايه عنده وهو ايه رايك؟ تقريبا كل القراء يقولوا وهو. يبقى الحته دي مش علميه، الحته دي انك انت دخلت قراءه على قراءه تانية في الاداء، لازم يقول وهو. فالشيخ الحصري هو بيقرا وهو. فالمشايخ لقطوها، الله الى هذا الحد. على فكره لما يقول وهو مش غلط، تمام، بس حته فيها ايه تهاون علمي. انما هي مش غلط يعني. فلما نلاقي بقى المقرئين وهو وهو وهو، وبعدين يجي ده وهو، يبقى اذا احنا وصلنا الى قمه الاداء العلمي. من هنا بقى جه كلمه طبعًا. المعلم طبعا قمه الاداء العلمي. وهكذا راينا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري يسير في كل ايه حياته بهذه الطريقه. طيب انا اساسا فضلتك محتاج اعرف معنى المصحف المفسر، لانه سجل المصحف المفسر، فمحتاج افهم من حضرتك شويه الجزئيه دي. وفكره الهويه الصوتيه اللي دايما اي حد فينا اول بيقلب مؤشر الراديو يسمع كلمه او كلمتين يعرف ان ده فضيله الشيخ الحصري رحمه الله عليه، كان عنده بصمه صوتيه وهويه صوتيه نادره. أساساً حضرتك نعرف الجزئيتين دول بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً جزيلاً لحضرتك.